راه برشيفة الجيراري الحومة الحادة تقرزيان، معظم الأوقات كنقوزوها مع هاد الناس هادو. كاينة الدراري الله عمرها سلعة خصها تخدم على راسها، وكاينة اللي كتخسر الديكور مرة صاحبي. الله يعاون الدراري ديالنا بالسلامة. بزاف ديال الناس يعرفوني دابا مين دايز. يلا قولي فيني انا، الا كنت جديد يلا قولي شنو كيقولون هاد الحومة. وباش نخربق لك قضية مرة، يلا تسا هاد الحومة هادي قولي على من كطلل. يلا بيني وبينك شحال توحشتي تشوف هاد موطة عامر. ايا حسرة حبيبو الدنيا عامرة طنبر الناس الخارج. ادابا ان شاء الله عجي وتكون امور مزيانة، الله يوزع علينا هاد الوباء والسلام. وهادي بلايا كيما كنعرفوها كاملين، ديكور مزيوان جو مزيوان تخممش. الفيديو هذا غنزلو في يوتيوب تفرجوا اخوتي ديالي. اجي اجي باقي خصني نشارك في البحر يا حسر على الصايف. وما تقوليش ديك طنجة وما كيبحروا شي في بلاي. وهذا الديكور اللي مزيون وابا شني ما طيرنيش معاك حتى انا. الواجهه ديالنا اللي غتكون مختلفه. من بعد الناس اللي كيعجبها تفرج في يوتيوب عمقا نزل حتى في يوتيوب. وعلى جيبكم هيدا قولوها لي باش نزيد كاليتي شي حاجه مزيونه ان شاء الله. كما عرفنا 15/16 كانت الدنيا مرونه، وسمحوا لي نزلت فيديو حتى اليوم وصافي. ودابا يجب حالك تمنظر معايا واش ني دار لك الخاوة. الدنيا عامره واش ني ديك برد ما تجيش تشرى. الناس اللي قالوا كاين الغلا الحاجه بسيطه اللي كيبيعوها يعني غاليه، هاد المحلات قروا يعملوا حتى الاثمنه في الحاجه تكون معلقه. بحال الا ديتي هادي 10 دراهم كتكون ضامنتي. اجي اجي بحالك نضربوا شي باسيون مزيون حايل. ها واحد سويق مزيون حلو، ها الكامبا كتشاهي الخير موجود الحمد لله. خاص عيط كل خدمه والسلام. هادو بين احسن طواليتات الناس اللي كيتعجبها النقاوه. كيما كنعرفوا بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يدخلوا للطواليتات هي هذاك الوساخ اللي كاين. هادي واحد المره اللي مكلفه بهاد الطواليت الله يطيها الصحه. النقاوه الحاجه مزيونه انت هنا كتشوف الديكور وداكشي بالاخي يا حبيبي. اجي اجي بحالك نضربوا شي باسيون مزيون حايل من فوقي عاود تبعني با ديالي وشوفوا خضر ليا عينك. باش ما بقاش نقول لكم فاس مكناس الرباط، اي واحد مغربي مرحبا بك في المدينه ديالك. اجي تسارى وشوف الدنيا كيفاش عامله خاو ديالي. الا بغيتي عاود تجبن بلديه عاود عشان نضال لك الخاو عندنا داكشي دب بلاده اللي بغيتي كاين مرحبا بك خاو ديالي. ابنا وجاج بحال كترى كايناش شي حاجه اللي ما غاديش نصورها لكم في المدينه ديالنا. ونتينا مالك الا تابونا وكذا شي كومونتير مزيان. الناس اللي في الغربه اي سمحوا لنا خوتي ديالي. دابا ان شاء الله تجي وتجور الدنيا غزال. ها حنايا دابا نطلعوا شي باسيون باو بحار ونشوفوا الديكور كيفاش عامل. وانا نجبرهم خرجوا العول الصغار يلعبوا الكبار الديكور واعر. وقدرنا نشوفوا دابا الناس جاوا من الساحه وبانوا العواول بزاف. اجي بحالك ضروري من جبرو السبيله ونصوروها يا محلى سبيل. وهادو بين احسن مناظر في طنجه يعملوا هاد المحابق بهاد الطريقه هادي. اجي امشخصين ياك ومره مره نزل حاوم يكبوا عليهم شويه د الماء. واجي بحالك شوف الديكوراس اللي عندنا هنايا في طنجه. ما عرفتيش اني كاين جمع ديك الصك ديالك واجي. انا تبارك الله اليوم كانت الدنيا مزيونه والدنيا عامره والديكور واعر جو واعر. ضروري اخي نشهيك باش تجي عندنا. وتحيه لهاد الناس هادو اللي كيخدموا بالليل بالنهار بالحد والسبت وما عندهم شي مشكل كتعرى بزاف. ودابا غنشوفوا الديكور شني كاين هنايا. جيب لنا واحد القهويه. وانا دابا تلاقيت مع الاخ يوسف وجالس مع يوسف غنشوفوا الديكور يتبدل. ودابا غنخليكم تعيشوا اللحظه شوفوا الديكور كيفاش عامل ضروري. ابوناشي يتابوناي بارطاجي فيديو. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم كنبغيكم كامل.